أنا الإنسان، برنامج يقيم متطلبات وفكر وممارسات التعايش في رحلة الإنسانية ودورنا في إدارة التنوع في الحياة، وكيف نصنع منها نقوش محبة مميزة للنجاح وإثراء العالم. أنا توافق التراب والسحاب والسنا، أنا تتابع المنى، أنا البناء، أنا الإنسان. أنا الإنسان هو برنامج يبني أمل وممارسات التعايش، ويستهدف إلقاء نظرة جديدة لمفهوم المجتمعات الرشيدة ودور كل منا في بنائها في وطنه. أنا الإنسان يعيد النظر في علاقاتنا الإنسانية وحتى علاقاتنا مع الطبيعة وفي رحلة التعايش في الأمة ويبحث في الهوية الوطنية. أنا الإنسان برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور محمد بوحجي. أنا الإنسان من إخراج خالد المرباطي. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحييكم أيها الأخوة والأخوات في برنامجكم أنا الإنسان، حيث سنتناول في هذه الحلقة مفاتيح الخير وسنركز على التجدد في حياتنا، فمرحبا بكم. مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر، فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تهجر، سامح أنت الرابح، سامح واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الرابح، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح. لكل منا أيها الأحبة نسيجه المميز من العقل والعاطفة والنفس البشرية، ولكل منا نسيجه الذي يحمل معه تصوراته الخاصة تجاه الحياة، سواء كانت هذه التصورات سلبية أو إيجابية. ولذا نحن نحتاج أيها الأحبة في كل فترة أن نتجدد في هذه التصورات لنزيد من مناطق تميزنا. فالتجدد في الحياة هو بلسم الجروح وأيقونة الإلهام المتصاعد لدى المتميزين والمعطائين الناجحين. فالتجدد يقوم على التفوق في فهم الأمور والقدرة على تقديم حلول غير مسبوقة لمشكلات قائمة. فمن خلال التجدد نقوم في الحقيقة بالخروج بإبداع أو ابتكار جديد أو إنجاز لأساليب وطرق غير مسبوقة. فالتجدد يوصلنا إلى نتائج أفضل لحالتنا النفسية ويبني لدينا الثقة بالنفس. التجدد يقف على العكس من الاتباع والتقليد. فالتجدد نتاج عقولنا البشرية التي في الحقيقة تصنع لنا الطريق المستنير والنفوس المطمئنة. فالتجدد يحدث نتيجة محاولات جادة من النفس البشرية لاستكشاف رحلة الحياة، ويحدث نتيجة في الحقيقة استكشاف مرتبط بعملية تفكير تنشأ عن نشاط عقلي يتميز بالبحث والانطلاق بحرية في اتجاهات متعددة حتى يستكشف الشيء الأفضل في كل مرة. استمرار التجدد يمنح الإنسان منا سعة الصدر والتفكير المرن والوضوح في الرؤية والأساليب. واستمرار التجدد يساعد الإنسان ويدفعه إلى التطبيق والسعي لاستكشاف علاقاته وإنجازاته الحقيقية في مجتمعه. فالتجدد يمنح الإنسان الشعور بالرضا والسعادة أثناء قيامه بأعماله، والثقة العالية في النفس كما أشرنا،
وقوة العزيمة والإرادة. فالتجدد في الحياة يبني لدى الإنسان القدرة على التحول من حالة الوعي بما حوله إلى إدراك أهمية ما حوله من علاقات وارتباطات وأشياء وأفكار. فالتجدد يشكل هويتنا الجديدة، وكذلك يجدد القدرة على التفكير في الحلول البديلة للمشاكل المزمنة التي ألفنا القبول بها. قبل منامي مر ببالي وحي سؤال، لو أن لعمري ميزانا ما المكيال؟ أيقاس العمر بأيام أم أعوام؟ فتأملت جلست أفكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان، كان وكان وكان، لن تذكر إلا الأعمال. التجدد يعني بناء ورفع القدرة على تحمل المسؤولية والمثابرة في تحقيق الأهداف الكبرى في الحياة. فمع التجدد نسعى لممارسة الأعمال بحزم وثبات، ومع التجدد في رحلة الحياة نتجنب روتين الحياة القاتل والتقليد الأعمى الذي ينفي الإنسانية فينا. التجدد في حياتنا يمنحنا الميل إلى المغامرة والرغبة في تحدي الصعاب. فالتجدد يساهم في أن نوظف كل خبراتنا وثقافاتنا في التعامل مع قضايا الحياة بطرق إبداعية ومتجددة. فمع التجدد تزداد لدينا القدرة أيها الأحبة على الإقناع، ويزداد لدينا التفاؤل بتحقيق ما لم نحققه فيما مضى من رحلة الحياة. ثمة مشاكل كبيرة تعترض الإنسان كهاجس يوتر علاقته بذاته، فيفقده المصالح السوية، فيحتقن عدم الاستقرار النفسي أعصابه، وبالتالي يجعله يضع نفسه في مقارنة مع الآخرين، فيصبح لديه إرهاق للذات وإرهاق في العمل ومعاناة مادية وصحية، وربما حتى مشاكل أسرية وتركيبة مختلفة من المشكلات التي تعكر المزاج وتسلبه الإحساس بالسعادة والبهجة. إذا نحن بحاجة إلى تغيير أسلوب تفكيرنا وتمرين يومي لترويض النظرة السوداوية واستبدالها بتصور مشرق وخلاب. اذهب إلى أعماق نفسك لترى في داخلك قوة نشيطة وخلاقة جديرة أن ترسم الابتسامة على شفتيك. جدد روحك بالتفاؤل، فهذا الإحساس الجميل أيها الأحبة سيهزم كل أشباح الحزن لدينا، ويدع معنوياتنا تنطلق نحو الذروة، فتكون ذواتنا مملوءة بالقيم الرائعة المحبة لأنفسنا وللناس من حولنا، فيجعلنا نتقلب على الظروف السيئة التي حولنا، ونتفاعل مع بيئتنا ومؤسساتنا ومجتمعاتنا بمحبة، فيصبح كل شيء في انتظارنا لكي نأتي فنوهبه بفضل الله سبحانه وتعالى قدرات جديدة وطاقات تجدد وتبتكر. لن أنتظر الفرصة حتى ترأف بي، بل أصنعها بالإصرار الملتهب. لن أقضي وقتي باللوم وبالعتاب، فكثير مروا وقليل ممن ذكروا حين يقال رحم الله فلان، كان وكان وكان، لن تذكر إلا الأعمال. سورة الكهف أيها الأحبة كلها قصص جميلة مليئة بعبر تدعو إلى ممارسة التجدد في حياتنا. فبالرغم من أننا نقرأ هذه الصورة سورة الكهف كل أسبوع، إلا أننا لا نمارس هذه العبرة المهمة. فمن آيات سورة الكهف التي تبث في النفس الإنسانية الرغبة العالية في التجدد قوله تعالى ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فهنالك ثلاثة أمور قد تؤدي إلى التجدد في التفكير، والذي يؤدي بدوره إلى التجدد في نظرتنا لرحلة الحياة، ولكن أكثر الناس لا يصطبرون عليها. فهذه الثلاثة أمور التي تؤدي إلى التجدد
هي في الحقيقة رقم واحد الفشل، رقم اثنين فقد حبيب تعلقنا به، أو رقم ثلاثة السعي المستمر إلى استكشاف رزق جديد. فمثلا لو نظرنا في قصة خرق السفينة وقتل الغلام وحبس كنز اليتيم، فهي من القصص التي تمثل رموز لمتطلبات تجددنا لنظرتنا ودورنا في الحياة. فهذه الأمور لا بد أن تصادفنا بشكل أو بآخر في رحلة الحياة. فخرق السفينة مثلا يمثل فشل مشروع ما كنا نستهدف نجاحه في رحلة الحياة، وقد يكون العيب والفشل في هذا المشروع هو سبب التجدد في نظرتنا في الحياة، والذي قد يجر علينا نجاحات وعوائد أكبر بكثير من نجاح مشروعنا الأول. بينما نجاحنا أو نجاتنا في أمر من البداية قد كان من الممكن أن يدمر نجاحنا. وهنا يحذر ربنا في هذا فيقول: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أما قتل الغلام فهو يمثل فقد ما نحب. قد يكون فقدنا لما نحب هو رحمة لنا، قال تعالى: فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فبموت الغلام تحققت في الحقيقة ثلاث رحمات: رحمة للغلام دخوله للجنة بلا دم، ورحمة لوالديه إبدالهما بخير في البر بهما، ورحمة للمجتمع من الطغيان والظلم. وأما حبس كنز اليتيمين فهو يمثل تأخر رزقنا في هذه الحياة. فقد يكون تأخر الوظيفة أو النجاح أو الزواج أو الأطفال في حياتنا خير لنا ورحمة، قال تعالى: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. فقد كان اليتيمان عرضة للأطماع وكان في ضعف عن تدبر أموالهما. فهي قصص كلها مصادر للتجدد في نظرتنا لرحلة الحياة ودورنا في رحلة الحياة وتصرفاتنا في رحلة الحياة. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين. متمنيا أن نلقاكم في الحلقة القادمة على الحب والمودة بإذن الله. أنا الإنسان، أنا توافق التراب والسحاب والسنا، أنا تتابع المنى، أنا البناء، أنا الإنسان، أنا. أنا الإنسان برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور محمد بوحجي. أنا الإنسان من إخراج خالد المرباطي.